كنقدم نفسي بهذا كاين الجمهور الكريم اللي ما كيعرف اللي كيعرفني راه كيعرفني واللي ما كيعرفنيش هذا الفنان كرم جوغ كرم يعني المتمرس خريج ديال المعهد ديال الدار البيضاء عندك كان تلميذ عند الحاج يونس وفي العب ماده العود الوغ اليوم سيدي هزنا الشوق لناتي لنساند المراه في المسيره ديالها ونحتفل بها حنا هادشي اللي قدرنا عليه نحتفلوا بالمراه والمراه هي الام هي الاخت هي الزوجه هي الخاله العمه هي كل شيء يعني حنا اليوم متحدين على واحد الموضوع اللي هو ديال مناسبه 8 مارس عيد المراه جايين نحتفلوا به كنعيشوا صادق هذاك الاحساس الصادق حنا دابا كنكونوا في يعني في واحد الحاله ديال زائد ناقص بلوس والموان حنا ملي كنكونوا زائد هما كيكونوا ناقص وكيكون داك التلاحم ما بيناتنا لان حتى انت حتى المتلقي الا تفاعل معك وتجاوب معك راه حتى هو كيعطيك واحد النكهه باش انك يحفزك انك تزيد تخدم وتزيد تجتهد ولا كان هو سميتو المتلقي كياخذ وما كاينش رده الفعل يعني كيكون الانسان كتراجع شويه شيئا ما هذا الاختلاف ديالي في مساله العود وفي مساله تدرس في عده مدارس تدرس كما قلت لك السيد عبد الرحيم زرهون هو الاستاذ ديالي في ماده العود الاستاذ المدني ولد الرباط والاستاذ حسن زهير حتى هما هادو تلاميذ ديالي ديال العود وكنت كنجلس استاذ سعيد الشريبي كنت متولع بالعود من تما جات الفكره ديال الغناء الطرب غنيت الطرب ومع التمرس ديالي مع الاجواق انا شفت طليت على بزاف الالوان وبزاف الاجواق اللي دزت من عندهم باش غنيت وشفت عده الوان وبديت كل لون كنحاول نتقنو كنحاول نخدمو داكشي يعني حتى التوفيق من عند الله حنا كنديرو ما الامر الا لله حنا كنديرو غير مجهود ديالنا والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى
هذا سؤال محرج، واش باقي كنسول في الحاج يونس؟ ما بقيتش كنسول فيه تماما هذا، والحاج يونس على راسي وعيني، بحيث مع واحد الطريفه كان عندنا الامتحان الثانوي ديال اخر السنه، وبحيث دخلت انا لقاعة الامتحان وجا عندي هو كيتسنى باش يكون في اللجنه، وجا در التقسيم قال لي نوض في حالاتك. مجرد تقسيم مازال ما بديتش في القطعه، كان عندي بياتي ديال ابراهيم العريان باقي عاقل، بياتي ديال وداد سماعي هذا، وبحيث غير سمع التقسيم ديالي قال لي نوض في حالاتك، ما تزيدش مازال الضربه، قال لي وديها في قرايتك، ما تمشيش داكشي ديال القوش بالدارجه زعما كاينه، زعما ما تمشيش داكشي ديال العراسات وانت راسك زعما تعلمتي جوج نوطات صافي، راه باقي عندك ما تتعلم، وباقي عندك ما تعطي اكثر في يعني تكون اكاديمي اكثر، ما تكون مثلا حريفي وكذاك زعما بالفطره بوحديتها، سقل هذه الفطره هذه سقلها بالدراسه وتكون اكاديمي. وفعلا بقات هذيك حلقه في ودنيا، بقيت غادي بها الحمد لله حتى المسار الدراسي راه 13 سنه. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.